كان احد مسؤولي الاهلي كان يقول لي انت اجمل حاجه في الدنيا بس عيبك انك زملكاوي. قلت له انت عيبك انك اهلاوي. لا 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 ده عيب، شرف كبير ان اكون زملكاويا. كان بيقول لك ان عيبك ان انت زملكاوي لان هي من النضره، ده بيدير النادي الاهلي، من النضره بمكان الشيوع هو النادي الاهلي. يعني ايه الشيوع؟ طب ماشي، نبدا انا اشتبك من هنا. طب خلاص انا هبدا مع السؤال ده. الشيوع يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان شعبيه النادي. انت وانت في الانترو بتقول ان عدد جماهير نادي الزمالك 150 مليون عربي. انا مش عارف انت جبت الرقم ده منين بصراحه، ما كانش يزيد. لا 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 طبعا 150 200 ولا هنخش في مزاد 450 مزاد في سوق رود الفرج. العالم العربي كله زملكاوي، ما ينفعش الكلام ده بالمطلق. ده سؤال نتكلم في ارقام نوثقها يا استاذ ابراهيم، نوثقها من فضلك. انا قلت وجهه نظري، انا احاسب عما اقول. تمام، فانا هسالك دلوقتي هذا السؤال من وجهه نظري. احنا لو بنتكلم بمنطق واقع، هل شعبيه النادي الاهلي، هبدا بالسؤال ده. اتفضل. من وجهه نظر سيادتك، لان ده برضه من ضمن الملفات اللي اثيرت السنوات اللي فاتت. شعبيه النادي الاهلي من وجهه نظر نجوم النادي الاهلي او بعض من اللي هم بيحبوا النادي الاهلي، بيقول لك لا ده الاهلاويه في مصر 70 80 مليون يا فندم. انا بقولك اتفضل هي مش وجهه نظر، وهسمعك والله. يعني لو بصيره لما تطلع وتعمل استقصاء للراي العام، ممكن اسال وغيرها ومركز الاهرام استاذ ابراهيم، لما يطلع ويعمل دراسات. اتفضل، دعني احاورك وبعد كده دعني احاورك. اتفضل. شعبيه النادي الاهلي في مصر نسبتها كام في المية مقارنه بنسبه شعبيه نادي الزمالك وفي الوطن العربي من وجهه نظر الاستاذ ابراهيم داوود؟ قال السؤال اهوت واضح جدا ولطيف قوي. اتفضل. 70 30 70% جوه مصر الأهلي. جوه مصر وبره مصر، والله وبره مصر. ماشي ماشي. لان اللي موجودين بره مصر هم الجاليات المصريه اللي موجوده في البلدان العربيه، ده بالاساس. واذا كان هناك بعض المتعاطفين من مواطني اهل البلد، لما نحط الاثنين على بعض هتلاقيها في النهايه 30 70، 30 لنادي الزمالك و70 للنادي الاهلي. ده في الوطن هذا العربي واقع. وفي مصر هذا واقع، ده الواقع. هذا واقع حضرتك. تمام، مش انا اللي قلته. هو لا يحتمل وجهه نظر، هو اكثر من جهه بحثيه لما تقول نفس هذا الكلام ما يحتملش وجهه نظر. قلت لك بصيره. لما نقول مركز الاهرام للدراسات، لما نقول ان قناه قناه دوتش فيلا الالمانيه لما تعمل نفس هذا الكلام، كل الكلام ده. انا يا استاذ علي، ما قطعتكش. احنا اتفقنا ان هو اللي يتكلم. لما نفوجئ ان احنا عندنا 22 نص بحثي اكاديمي بيقولوا ان شعبيه الاهلي اكبر كثيرا جدا من شعبيه الزمالك في اقصى التقديرات. كنا بنتكلم في 38 مقابل 62%. نعم، الحاجات دي يا احمد، واخد بالك؟ فدي قصه لا تحتمل الجدل. تمام. ولا يمكن ان نتجادل حولها. انا شاكك فيها من وجهه نظرك استاذ علي. شعبيه الزمالك مقارنه بشعبيه النادي الاهلي، شعبيه ايه؟ ما هو الراجل قال وجهه نظره، انا بسال وجهه نظر حضرتك. لا يستقيم الامر يا مش قول يا فندم، قول يا فندم. انا ليا صديقي العزيز كابتن مصطفى يوسف، عمدة الجيزة. تمام. نصحني وانا جاي، قال لي لا تجادل اهلاوي. لا، مع كامل احترام لكل الاهلاوي. قال لي لا تجادل اهلاوي. يا استاذ علي، مع كامل احترام لكل الاهلاوي. ما ينفعش الكلام في هذا الشكل. ازاي يا فندم؟ هو قال وجهة نظره. لا، هو قال وجهة نظره. ماشي، وجهة نظره. نفسي وقال نفسي واحنا بنقيمه رضا مسلم ولا مسيحي اهلاوي ولا زملكاوي. لا 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 استشهد يا استاذ علي. هو استشهد بعيدا بقى عن الشخصان بعد اذنك. هو استشهد ببصيرة بصيرة مين يا عم؟ انت يا فندم، احنا هو قال ان 70% للاهلي وانتخابات برلمانية. حضرتك شايف شعبية الزمالك زي شعبية الاهلي في مصر؟ أيوة. ولا اعلى ولا شعبية أقل؟ الزمالك لا تقل عن شعبية الاهلي في مصر، بل تفوقها مرات ومرات في الدول العربية. شكرا. انا عشت في دول الخليج كلها، ما كنتش بشوف اهلاوي خالص، بل بيكرهوا الاهلي. في سنة 2009 تم تأسيس شركة أفرولاند. اشتغلنا في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي. وفي سنة 2019 زرعنا في وادي النطرون 1000 فدان زيتون، وعملنا مصنع زيت ومخللات وكبرت مزارعنا. والنهاردة بنقول شكراً لكل عملائنا شركاء النجاح.
النهاردة بنكبر مشروع مزارع الزيتون في أراضي جديدة وبنفتح باب الاستثمار للجميع، وكمان هنزرع في المنيا ألف فدان بنجر بالقرب من أكبر مصنع حديث لسكر البنجر. استثمارك معانا يعني امتلك 10 فدادين في أحد مزارعنا، وهنأجر منك الأرض بعائد إيجاري سنوي 80,000 جنيه. استثمارك معانا من أعلى معدلات الأمان، عشان فلوسك بتكون في أرضك وقيمة الأرض بتزيد. أفرولاند، استثمار بفكر جديد.